مساء الخير. مساء النور. أبونا سابا كاهن الطائفة الروم الأرثوذكس في عبلين، كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد المجيدي ورأس السنة الميلادية. طبعا احنا بنشوف بشكل مكثف هناك في نشاط حول استقبال وتباشير عيد الميلاد والأعياد المجيدة لجميع الطوائف. ما هي البرامج المستقبلية وماذا تتوخى من السنة الجديدة؟ طبعا احنا بدينا اول امبارح اضاءنا الشجرة كلنا مع بعض، كل اهل البلد اضاءنا الشجرة باجواء ميلادية باجواء فرح وسعادة، والكل انبسط وكان البرنامج والاضاءة والشجرة من اجمل ما يكون، اشي اللي احنا بنرفع فيه راسنا كاهل بلد عبلين، واللي كان من اجمل اذا مش اجمل شجرة واجمل جو واعلى شجرة اللي الجليل. كان موجود عندنا في عبلين، انا شفت كل الشجر اللي اضاؤوه في بلاد تانية شجرتنا مميزة وحلوة كتير، واللي احلى هو الجو، جو المحبة، جو الوئام، جو الاخوة اللي كان موجود في بلدنا. هذه هي معاني الميلاد، هذا هو الميلاد الحقيقي، انه يكون فينا المحبة وفينا الاخوة ونساعد بعض ونكون مع بعض. طبعا في هناك برامج، شو البرامج الموجودة غير البرامج اللي انتم مشتركين معها مع هيئات اخرى مثل المجلس المحلي؟ في كمان سمعت انا كمان مهرجان عيد ونبيت كمان، يعني هذا ضمن الاحتفالات. اليوم اسا احنا في عنا لبرنامج الاولاد الصغار فوزي وموزي، بعدين برنامج لمدرسة الاحد بكرة اليوم نفس بعده، وبعدين كمان للشباب وللكبار في العمر تننبسط في هالعيد. انا بحكي دائما عن السعادة، دائما بقول يعني ما هو اسمه الانجيل هو البشارة، بشارة الفرح، البشارة السارة. ايوه فاحنا ان شاء الله كمان داعيين نضال بدارني اللي راح يضحكنا ويبسطنا اليوم ولا يوم تاني. اليوم كل اليوم اليوم وبكره في برنامج في الكنيسة مع ابونا ايهاب عطلة مخولي، ترانيم وأمسي روحية ميلادية في الكنيسة، فالكل مدعو. كمان الأسبوع الجاي يوم الاثنين في كمان برنامج كلي لك، هاي ترانيم ميلادية هون في قاعة الكنيسة، لا ممكن نسويها كمان في الساحة في الساحة الميلاد. وبعدين طبعا في عيد ونبيد، وفي كمان معرض للبالونات اللي راح يكون مميز عندنا في قاعة الكنيسة، راح يكون في تزيين في البالونات، اشي يعني عن كتير راح يكون حلو ومميز، وراح يكون في كمان فعاليات للأولاد، وراح يكون في جو ميلادي كتير مميز هاي السنة، وان شاء الله كلنا ننبسط مع بعض وكلنا نعيد مع بعض. انا كنت اتمنى ان يكون الكريسماس ماركت كمان يكون ينطي اجواء، بس انا بعبلين بعرفش كيف هيك كل شغلة لما بنعملها بنعمل كريسماس بكونش قوي من ناحية يعني الكيوسكات وال ان عيد ونبيد احلى من اي كريسماس ماركت موجود هداك يعني الكريسماس واللي مش موجود ولا باي محل. مزبوط. انه بكفي انه كل واحنا مشاكين فيه جمعيه جفره مظبوط ويشترك بدون اي مقابل. احنا يعني اذا بنشوف في عبلين بالذات كل هذه الفعاليات وكل هذه الامسيات مش معموله لا لتجاره ولا فيها مصاري، مشان اسعاد الناس، الغني زي الفقير اللي معه واللي معوش بيقدر يشترك فيها. فاحنا بنتامل انه اهل البلد كلها تنبسط مع بعض وتكون علينا سنه جديده، سنه فرح، سنه سعاده، ونخلص من الكورونا، سنه نجاح، سنه صحه. مزبوط. وان شاء الله تضلها اهل عبلين بطيابتها باخوتها كلها يد واحدة، وإن شاء الله نضلنا عايشين بسلام وبوئام في هذا البلد الوديع، وإن شاء الله كمان آفة العنف تخلص، مش بس آفة الكورونا، آفة العنف كمان تخلص، وهذا العنف المستشر في مجتمعنا نلاقي له حل إن شاء الله في هذه السنة الجديدة. شكرا أبونا وكل عام وانتم بخير، ونتمنى كما قالوا وفي الناس المصرة، ممكن تعدلنا إياها؟ المجد لله في العلا، نمجد ربنا، هذا اللي حكيته أنا في كلمتي. أيوة. وعلى الأرض السلام، يكون في في في, في سلام، على أول إشي زي ما حكيت سلام داخلي وسلام في المجتمع كله، وتكون فينا المصرة والسعادة إن شاء الله. كل عام وانتم بخير. شكرا.